السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نتعرف على اختصارات لوحة المفاتيح التي قد تحتاجها أو سوف تساعدك على مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب، وقد سوف تستفيد من العديد من الخصائص والميزات التي تتميز بها هذه الاختصارات. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح. في البداية لابد أن العديد منكم يعرف أن موقع اليوتيوب هو من أكثر المواقع زيارة في العالم ككل، من أجل التعلم والترفيه على حد سوء وأثناء استخدام اليوتيوب. بعض الأحيان نحتاج إلى التحكم في الفيديو الذي يعمل، سواء بالإيقاف أو التقديم أو التأخر أو التأخير وغير ذلك، ونقوم بكل ذلك باستخدام الماوس. لكن ما لا يعلمه العديد منا أو معظمنا أنه يمكنك التحكم بالفيديو بواسطة اختصارات في لوحة المفاتيح، خاصة بموقع اليوتيوب، بدون اللجوء إلى الفأرة الحاسوب. وهذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة. في البداية كما تلاحظون فهذا فيديو من الفيديوهات الخاص بي على قناتي على اليوتيوب. بالمناسبة أدعوكم إلى زيارة قناتنا على اليوتيوب. هذا هو الفيديو قمنا باستخراجه على سطح المكتب، وهذه الميزة متوفرة في جوجل كروم، وهذا هو الموقع الخاص بنا وهذا هو الفيديو. الآن سوف نقوم بالتعرف على الاختصار الذي ذكرت لكم. هذا هو الاختصار، قم بتشغيل أي فيديو على اليوتيوب وقم بتجريب الاختصارات التالية. على سبيل المثال هنا مفتاح جي، مفتاح حرف جي يجعل الفيديو يرجع إلى الوراء بمقدار 10 ثواني. نذهب إلى موقع اليوتيوب حتى تكون الأمور واضحة بشكل جيد. هذا هو الفيديو كما تلاحظون، الآن أصبحت 101.20 ثانية. الآن 1:20. سوف نقوم بالنقر على حرف جي، نقوم بتشغيل الفيديو كما تلاحظون. لم نقوم بتشغيل الفيديو لكن قمنا بالعودة إلى 1:10. سوف نقوم بالنقر على حرف جي مرة أخرى. لاحظوا معي، قمنا بالعودة إلى دقيقة، نقوم بالنقر مرة أخرى كما تلاحظون 50 ثانية. هذا بالنسبة للاختصار الأول. سوف نذهب إلى الاختصار الثاني، مفتاح الثاني الذي هو مفتاح L، حرف L يجعل الفيديو يتقدم إلى الأمام بقدر 10 ثواني. الآن ننقر على حرف L، لاحظوا معي هنا، فهي الآن 50 ثانية. ننقر على حرف L سوف تصبح الدقيقة، لاحظوا معي أنا صفتها لكم هنا، هذه هي الطريقة كما تلاحظون. بالنسبة لجي كما قلنا يقوم بالعودة، بالنسبة L يقوم بالتقدم. نذهب إلى الاختصار الثاني، نقوم بالمفتاح الثالث وهو حرف ك، يقوم بقاف وتشغيل الفيديو في اللقطة التي تريدها. على سبيل المثال سوف نقوم بتشغيل الفيديو، ونقوم بتشغيل الفيديو مثلا على هذا الشكل. الآن الفيديو فهو شغال، ننقر على حرف ك، لاحظوا معي هنا يقوم بالإيقاف مباشر. نقوم بالعودة مرة أخرى، ننقر على ك، سوف يتوقف الفيديو عن الاستمرار. نذهب إلى الاختصار الرابع الذي هو المفتاح الرابع الذي هو حرف أو العدد 0، سيقوم بالرجوع إلى البداية الفيديو. سوف نقوم بتشغيل الفيديو بهذا الشكل ثم نقوم بالنقر على 0. لاحظوا معي هنا، قمنا بالعودة إلى الوراء أو قمنا بإعادة تشغيل الفيديو من الصفر. نذهب الآن إلى مفتاح والأرقام من 1 إلى 9، يسمح لك بالتخطي فيديو بنسبة مئوية في كل رقم يأخذك إلى الأمام بنسبة معينة، تبدأ ب10% مقابل 1 ونسبة 20% مقابل 2. على سبيل المثال سوف نقوم بتشغيل الفيديو بهذا الشكل، نقرا حرف 1، لاحظوا معي هنا رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، رقم 6، رقم 7، رقم 8، لاحظوا معي هنا. فالفيديو يقوم ب كما قلنا بالذهاب باستمرار، لاحظوا معي هنا، فالعملية رائعة جدا. كذلك مفتاح الأهم أو الأعلى والأسفل بالنسبة لتقوم بالتحكم في مستوى الصوت. كذلك هنا مفتاح رقم F لتكبير حجم الفيديو،
على كما قلنا شاشة كاملة متصفح ولخارج، لن تقوم بالنقر على مثلا سوف نقوم بالنقر على حرف F. سوف يتم تكبير حجم الفيديو إذا أردت أن تقوم كما قلنا إذا أردت أن تقوم بالعودة تقوم بالنقر على إيشاب بهذا الشكل، سوف تستعيد الشكل القديم أو الشكل العادي للفيديو الخاص بك. وهذه هي الاختصارات التي تساعد على التحكم في فيديوهات اليوتيوب أو أثناء مشاهدتك لفيديوهات اليوتيوب بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة. إلى حلقات قادمة بحول الله.